بالعاصمة الرباط. قالت نائبة الوزير الأول المكلفة بالإصلاح القضائي وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية بلغاريا إكاترينا زهارييفا عقب محادثات أجرتها مع كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونيا بوستا إنه يمكن للمغرب أن يشكل بوابة الدخول لبلغاريا ولمستثمريها ولسلعها نحو إفريقيا، كما يمكن لبلغاريا بدورها أن تكون بوابة الدخول للمغرب ولسلعه وأعماله نحو أوروبا الوسطى. كانت محادثات مثمرة جدا مع السيدة الوزيرة. اتفقنا على تدابير ملموسة بما في ذلك إنشاء مجموعة عمل تضم أعضاء من وزارات الشؤون الخارجية والاقتصاد والمالية لإعداد خطة عمل وإنشاء أساس لمقاولات مواطنينا. وهذه المحادثات شكلت فرصة لإعادة تأكيد نوعية العلاقات بين البلدين وتدارس المزايا العديدة والمجالات والإمكانيات التي لم يتم بعد استكشافها بالكامل في عدد كبير من القطاعات من قبيل السياحة والتكنولوجيات الحديثة والصناعة والفلاحة. حاليا يعني غدا غيكون هناك واحد الاجتماع مهم لرجال ونساء الأعمال يعني تدارس المجالات اللي يمكن يكون فيها التعاون. خلاصة ديال هذا الاجتماع مهمة بالنسبة لنا باش عطينا الأرضية اللي نشتغلوا عليها واللي تكون هي المرحلة الأولى باش نقوي هاد الشراكة. بالفعل أنه كاين أيضا مجالات أخرى، يعني ما اقتصرناش فقط على الجانب الثنائي، شفنا أيضا من الجانب الجهوي شنو هي الإمكانات المتاحة بحكم تموقع بلغاريا في دول البلقان بحكم تموقع المغرب على الصعيد الإفريقي. وهناك مجالات عدة لخلق فضاءات يعني للتصدير وفضاءات لوجستيكية لتكون بالمنفعة على المستثمرين وعلى المقاولات سواء في المغرب أو في بلغاريا. والسيدة إكاترينا زهارييفا توجد ضمن أعضاء الوفد الهام الذي يرأسه الوزير الأول لجمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف الذي وصل إلى الرباط الخميس في زيارة رسمية للمملكة تستمر ليومين.